أمام قمة الحكومات مدبولي يؤكد تركيز مصر على تعميق التصنيع المحلي. أشتية يؤكد بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ويحذر من محاولات إسرائيل إبعاد السلطة عن قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في رفح الفلسطينية وارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 28,340 شهيدا. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة وزيادة الحافز الإضافية وكذلك زيادة المعاشات انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم. أعلم جيدا أنكم جميعا توافقون على حزمة الإجراءات الاجتماعية التي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تتضمن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوات ومنح خاصة وزيادة الحافز الإضافي وكذا زيادة المعاشات انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، والتي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة عملت على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام من خلال تعزيز الاستثمار والصادرات في هيكل الاقتصاد. أضاف مدبولي أمام القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي أن الدولة تعمل على تعميق وتحفيز التصنيع المحلي. كما تسعى الدولة المصرية إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% خلال عام 2030 من خلال مواصلة العديد من التدابير التي يتم تبنيها مؤخرا لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الإراضي الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص والبدء في توطين 152 فرصة استثمارية صناعية بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية. وتستهدف مصر وفي سياق استراتيجية الذكاء الصناعي 2030 زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية وتنمية الشراكة الإقليمية والدولية الداعمة. كما أكد مدبولي أن فعاليات القمة العالمية للحكومات تنعقد هذا العام في ظل ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات جيوسياسية تطول كل دول العالم. وأضاف مدبولي أن أهمية القمة تتجسد في ضرورة التحديد الدقيق لطبيعة التحديات والتحرك لمواجهتها. عقد فعاليات القمة العربية العالمية للحكومات هذا العام في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة ذات انعكاسات تطال جميع دول العالم، متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة. الحضور الكريم، في ظل هذا الظرف الدقيق تتجسد أهمية القمة العالمية للحكومات والتي تنعقد هذا العام تحت شعار استشراف حكومات المستقبل بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم والتفكير الملهم في آليات مواجهة تلك التحديات ومن ثم التحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل.
أضاف مدبولي أن التطورات العالمية كان لها تأثيرات متصاعدة على تكلفة التمويل وتراجع العوائد من النقد الأجنبي في ظل فجوة الاستثمارات. وأشار مدبولي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تأثرا ما بين 25 إلى 40% من الوظائف بانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولقد كان لكل تلك التطورات تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، والتي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل وضغوطات على عملاتها المحلية وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي، كما أثرت على قدرة تلك البلدان في تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، والتي قدرت بنحو 4 تريليونات دولار، من بينها 1 تريليون دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة بحسب تقديرات الأمم المتحدة، علاوة على التهديدات القائمة نتيجة التحولات التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان جراء تسارع وتيرة نمو تقنيات الثورات الصناعية، حيث يتوقع أن تتأثر ما بين 25 إلى 40% من الوظائف بانتشار تطبيقات الذكاء الصناعي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجوفا على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة أيضا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن برنامج حياة كريمة يعتبر أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف على مستوى الجمهورية. وبدورها قالت جورجيفا أن الصندوق يدعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة محدودي الدخل. هذا وقد التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس البنك الدولي أجاي بانجا والوفد المرافق له. تناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، خاصة الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة التمويل التابعة لمجموعة البنك الدولي باعتبارها المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات. أضاف رئيس مجلس الوزراء في بيان أن اللقاء شهد مناقشة سبل الاستمرار في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة للدولة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وذلك وفقا للمستهدفات الحكومية في هذا الشأن. استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. جاء ذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024. وخلال اللقاء نقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ محمد بن راشد، مشيدا بالتطور الدائم والملحوظ الذي تشهده إمارة دبي. وأعرب مدبولي عن تقدير مصر للعلاقة المتنامية بين البلدين والتطلع لمزيد من التعاون الثنائي، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار، وكذا امتداد الشراكة الاقتصادية لتنفيذ العديد من المشروعات بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين. من جانبه أعرب الشيخ محمد بن راشد عن تقدير رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس السيسي، كما أشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعميق التعاون مع مصر في كافة المجالات. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات من خلال التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، وذلك خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024 بدبي.
وخلال اللقاء شدد الجابر على العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين، مثمنا الدعم الذي قدمته مصر للإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28. كما أعرب وزير الصناعة الإماراتي عن تقديره للنهضة التنموية الكبيرة التي تحققها مصر حاليا في مختلف القطاعات. وعلى هامش القمة شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين مصر والإمارات. المذكرة التي تم تمديدها لمدة عامين حتى 28 من فبراير عام 2026 تم توقيعها في فبراير من عام 2018، ثم تم تمديد العمل بها أكثر من مرة، كان آخرها في مارس من عام 2022، حيث يأتي تمديد العمل بالمذكرة مجددا تعزيزا للنجاح الذي حظيت به وانطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات. كما التقى رئيس مجلس الوزراء نظيرته الصربية أنا برنابيتش لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وخلال اللقاء لفت مدبولي إلى نتائج الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى صربيا في يوليو 2022، موضحا أنها تكللت بنتائج إيجابية ملحوظة للبلدين، ومشيرا إلى أهمية استمرار تبادل الزيارات عالية المستوى. كما أكد مدبولي تطلع الجانب المصري إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك رغبة مصر في تطوير التعاون في مجال استيراد القمح والحبوب. دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى وقف إطلاق النار في التصعيد الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة. وأضاف أدهانوم على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أن المساعدات التي قدمت للقطاع حتى الآن من حيث الإمدادات الطبية غير كافية في ظل الاحتياجات التي تزداد كل يوم. وحتى الآن لقد قدمنا 447 طنا من المواد الطبية لغزة، ولكنها نقطة في بحر وديء واسع من الحاجات، ولكننا نرفع هذه المساعدات. وإن 15 مستشفى من أصل 36 مستشفى تعمل بطريقة بدائية في غزة، وإن العاملين في القطاع الطبي يعملون بطريقة وفي ظروف مستحيلة، وأنا متخوف وقلق بالأخص بسبب الهجوم الأخير في رفح، حيث أن معظم الهاربين من غزة موجودون. إن المنظمة منظمة الصحة العالمية تستمر في النداء ومطالبة الوصول الآمن للعاملين في المجال الطبي لتزويد المعدات الطبية، ونحن نطالب بإطلاق سراح المخطوفين لدى حماس، ونطالب بوقف لإطلاق النار. عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء ثنائيا ومباحثات موسعة مع نظيرته سلوفينيا تايا بايون في العاصمة ليوبليانا. ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى سلوفينيا، حيث من المقرر أن يترأس الجانب المصري المشارك في أعمال الجولة الثانية للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا على مستوى وزيري الخارجية. We'll be right back.
شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة. شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارسي الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل. شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهد المبذول في الإعداد للبحث، مؤكدا على أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في نظم الإعداد والتدريب الواقعي للفرد المقاتل وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة بما يعزز من الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التحديات الراهنة وضمان تنفيذها للمهام والمسؤوليات المكلفة بها لدعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة. أهلا بكم من جديد. في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضرية الجديدة، استقبلت مدينة بورسعيد الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية لمشاهدة معالم ومشاريع المحافظة. يأتي هذا الملتقى في إطار تطوير أنشطة مبادرة جيل جديد وضم براعم جديدة لها. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. مدينة بورسعيد الباسلة أرض البطولات والتضحيات استقبلت الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة. على مدار 3 أيام استضافت قرية الشرطة ببورسعيد شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة والتي انطلقوا منها يومياً للتعرف على معالم المدينة التاريخية ومنها المتحف الحربي الذي يسطر تضحيات الشعب المصري بخاصة في مواجهته للعدوان الثلاثي عام 1956. لما تشوف أبطال حزين يحمو يبنوا اليوم الدين وليك يا مصري ردوا الدين لأجل بلدنا مجد أعمار. ويستعرض نماذج للفدائيين والتي كرمت وزارة الداخلية أسرهم في الاحتفال بعيد الشرطة. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي دم مصر. النهارده مبسوط ان انا جيت في متحف بورسعيد وشفت نماذج عن الفدائيين اللي حاربوا في العدو في 56. بشكر مبادرة الجيل الجديد انها جابتنا متحف بورسعيد، شفنا النماذج المشرفة دي وصورهم وقرينا عنهم. أنا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو فكر في الشباب وفكر فينا
وعمل لنا حاجة زي مبادرة كلنا واحد جيل جديد. أنا انضميت للمبادرة عشان سمعت زمايلي وهم بيقولوا إن هم راحوا أماكن جميلة جدا واستفادوا حاجات حلوة قوي. قام الشباب والطلائع بزيارة مقر قسم شرطة موانئ بورسعيد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي يعود بناؤه إلى ثلاثينيات القرن الماضي. واستقل الشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة إحدى المعديات في جولة بقناة السويس حيث نقطة التقاء البحر المتوسط بالقناة. فرحانة قوي إن أنا أول مرة أشوف حاجة يعني جديدة في حياتي. مبسوط جدا أنا بشوف حاجات زي دي في بلدي وفخور ببلدي والحاجات اللي بتحصل في بلدي. رحنا حاجات كتيرة جدا حلوة قوي في بلدنا ما شفناهاش قبل كده ونشكر مبادرة كلنا واحد وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحية مصر تحية مصر. لما تشوف أبطال حافين يحموا يبنوا اليوم الدين وليك يا مصر الدين لأجل بلدنا وإدراكا لأهمية اطلاع النشأ على الصناعات الوطنية، نظمت الوزارة زيارة لهم للمنطقة الصناعية ببورسعيد حيث اطلعوا على مصانع الضفائر الكهربائية للسيارات. النهاردة بنرحب بمبادرة جيل جديد عندنا في شركة سوموتومو إلكتريك إيجيبت وإحنا مبسوطين جدا بزيارتكم عشان نقدر إن إحنا نوصل للجيل الجديد فعلا إن في صناعات كبيرة موجودة في مصر زي صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات. أنا شايف إن دي فكرة كويسة جدا ومبادرة جيدة جدا لأن هي بتساعد الشباب الجديد والجيل الجديد إنه يتعرف على صناعات كتير موجودة في البلد، صناعات قادرة إن هي تتصدر وتتطور وتشارك في صناعات كبيرة شبه صناعة السيارات. المصنع بيصدر لأكثر من دولة في أوروبا. كل ما بنروح مكان بنكتشف حاجات جديدة وأول مرة أجي المصنع دوت اللي هو مصنع سوميتومو. أنا فخورة جدا بالمصنع دوت وأول مرة أشوفه وأتمنى أشوف حاجات كتيرة تاني. ثالث مرة ليه أجي المبادرة والنهاردة اكتشفت إن فيه في مصر أكبر مصنع للضفائر الكهربائية للسيارات وبيصدر لجميع دول العالم. وقاموا بزيارة مصنع الكاوتشوك والذي يلبي احتياجات السوق المحلي. بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر أجيال طلب مصر جديد بتقول دايما تحيا مصر. مبادرة عظيمة إن احنا نعتني بشباب صغير ده وندور من فكرهم ونوريهم إن البلد في تغير وتحسن والصناعة بتنمو وإن مصر في عهد سيادة الرئيس ابتدى يبقى في مصانع جديدة تعمل منتج استراتيجي الدولة بتحتاجه. دي حاجة يعني شرفتها طبعا. أنا مبسوط جدا إن وزارة الداخلية خلتنا أزور مدينة بورسعيد وأزور أكبر مصنع كاوتش في مدينة بورسعيد ولما أروح أحكي لأصحابي وقرايبي على اللي شفته النهاردة. المبادرة حلوة وجينا هنا مصنع كاوتشات وبشكر سيادة الرئيس وزارة الداخلية على المكان الجميل اللي بيعمله. وحرصت وزارة الداخلية على اصطحاب هؤلاء الشباب عبر أنفاق 3 يوليو التي تربط بورسعيد بالضفة الشرقية للقناة كأحد الإنجازات الحديثة متجهين عبره إلى ميناء شرق التفريعة وهو من المشروعات القومية التي أقامتها الدولة ومحور أساسي للتجارة العالمية وتم تنظيم احتفالية لهم هناك. اسمحوا لي أشكر باسمي وبالنيابة عن زملائي طلاب وطالبات المناطق الحضرية الجديدة شكر خاص لإدارة ميناء شركة تفريعة ببورسعيد شركة ميرسك على الاستقبال العظيم اللي استقبلهولنا النهاردة والأماكن اللي وراها لنا وبجد أنا فرحان وفخور جدا إن احنا عندنا
شركة زي دي ومناء زي دون داخل مصر. We are very proud to work with the government of Egypt on initiatives that we see today, where the government of Egypt is investing in the future of the country, the youth of the country. They are providing opportunities for youth to acquire new skills, to look for job opportunities, and to provide them training. And we are very, very proud to associate ourselves with these initiatives by the government. أنا دلوقتي في ميناء شرق الدفيعة وخلنا فيها جولة جميلة جدا. شفنا حاجات كتيرة مفيدة وعرفونا الوعي والحماية وحاجات كتيرة قوي حلو. فخور إن إحنا عندنا حاجة زي دي بالضخامة دي بالحجم ده. ومبسوط جدا ان انا موجود في المكان ده. بصراحه كانت جميله جدا، وانا كنت بصراحه ما كنتش اعرف ان في بورسعيد مكان زي ده بصراحه. على هامش الملتقى تم تنظيم ندوات تثقيفية للشباب رحبوا خلالها بزملائهم الجدد المنضمين للمرة الأولى للملتقى بعد النجاحات التي حققتها الملتقيات السابقة. أنا عايزة أرحب بكل زمايلي الجدد اللي انضموا لنا في المبادرة حديثة. أنا مبسوطة جداً بزمايلنا اللي انضموا معنا المبادرة الجديدة، وبتمنى أن هم يستفادوا كل اللي احنا استفدناه من المبادرة. وتهدف هذه الندوات إلى إسقال المهارات الثقافية والفكرية للشباب وتعريفهم بالإنجازات الوطنية. أنا اسمي مصطفى الجمال من حي بشار الخير، وأنا إزاي أحافظ على المشروعات اللي حضرتك قلت عليها في المحاضرة، وإزاي أخلي مستقبلي أفضل. كل المباني الحلوة اللي احنا شفناها وكل المشروعات الناجحة دي هتلاقي اللي نجحها الناس اللي شغالة فيها. زي ما احنا عندنا مستشفى ناجحة بقى عندنا شرق تفريعة ناجحة، وزي ما احنا عندنا مدرسة ناجحة بقى عندنا مصنع للكاوتش ناجح. كل المرتبط ما بين ده هو بني آدم ناجح. عشان كده لو عايزين نحافظ على مشروعاتنا بجد نبقى أقوية وناجحين، ويبقى عندنا انتماء للبلد في كل فعل بنعمله. عايز أعرف إزاي أكون مفيدة لبلدي. أول حاجة علشان نكون مفيدين لبلدنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى عملية التغيير لابد إنها تكون جوايا الأول، وبعد كده أبدأ أغير في اللي حواليا. يبقى أنا بطور من نفسي، بطور من مهاراتي، وبتعلم كل جديد، وبعد كده ببدأ أوصله للآخرين عن طريق إن أنا أكون إيه؟ قدوة. بشكر طبعاً السيد الرئيس وتطبيقه للاستراتيجية اللي بتقول إنه إحنا لازم نأكد على إن بناء الإنسان قبل بناء البنية. فمن خلال مبادرة جيل جديد لقينا إن في تطبيق فعلي للتأكيد على المهارات اللي إحنا لازم نطورها في الإنسان. النهاردة استقبلنا شباب جديد يمكن ما كانش معانا في المبادرة المرة اللي فاتت، والشباب بالمجموعة الأولانية رحبت بالمجموعة الثانية، وكل يوم بنزيد، وكل يوم قلب على قلب من الشباب هنقدر إن شاء الله نكون مجتمع ناجح وراقي يحافظ على البلد. لما تشوف أفضل تضمن الملتقى تكريم المتفوقين من أبناء المناطق الحضارية دراسياً من مختلف المراحل الدراسية. أجيال طلاب مصر جديد بتقول دايماً تحيا مصر. لما تشوف أبطال حافي يحمو يبنى اليوم الجديد. أنا مبسوط بمبادرة الجيل الجديد عشان هي بتعلمنا حاجات كتيرة بتدينا دفعة إن إحنا نتفوق. وتأكيدا على نجاح مبادرة جيل جديد في غرس قيم التشارك والانضباط، وهو ما انعكس على سلوكياتهم وتعاونهم وقيمهم الإيجابية التي ظهرت خلال هذا الملتقى. اختتم الملتقى الرابع فعالياته الناجحة بحفل ترفيهي كبير وسط التقاط لصور تذكارية تخلد هذه اللحظة. بجد مبسوط باختتام الملتقى الرابع، وبجد فرحانين كلنا ان احنا نيجي هنا بورسعيد ونتعرف على حاجات جديدة في بلدنا. انا اول مرة ازور الاماكن دي وفخورة جدا بالاماكن دي. بشكر سيادة المدرس على كل المبادرات اللي عملها لنا، ويا رب تكون على طول. ألا
المتميزون ثقافيا وعلميا ورياضيا من المشاركين في الملتقى تم إضافتهم إلى لوحات شرف المتميزين الموجودة داخل المناطق الحضارية الجديدة لتخلد مشاركتهم في هذه الملتقيات التي يزداد الإقبال على المشاركة فيها يوما بعد آخر في ضوء حرص الوزارة على التطوير المستمر لأنشطة الملتقى لبناء أجيال جديدة الانتماء للوطن شعارها وبناء قدراته هدفها. تستمر مبادرة كلنا واحد جيل جديد في تقديم المزيد لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لتعريفهم بالإنجازات الوطنية الموجودة على أرض مصر وكذلك الإرث الحضاري الذي تزخر به. وبورسعيد لديها كثير من المشاريع والإنجازات التي تعرف عليها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وهناك المزيد الذي سوف تقدمه مبادرة جيل جديد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة خلال الأشهر والأيام القادمة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوما على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة مع أمير دولة قطر تميم بن حمد الثان، حيث تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا أنه على الإدارة الأمريكية ألا تبقى رهينة للسياسة الإسرائيلية، خاصة أن المنطقة باتت على مفترق طرق. أضاف أبوردينا أن استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى توسعها إقليميا، لافتا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا. وطالب أبوردينا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتحرك بشكل عاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف العدوان. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه ولن يغادرها، مشددا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب جيش الاحتلال. وأضاف أشتية أن إسرائيل تواصل جرائم الإبادة التي بدأتها في قطاع غزة، لافتا إلى المحاولات الإسرائيلية لإبعاد السلطة عن القطاع. تستمر إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة التي بدأتها في غزة، ومحاولات التهجير التي لا زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ، ولكن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهجرها. هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة من خلال حجز الأموال وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ومنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس إليها، ولكن سوف نستمر في المساعدة بكل الطرق والوسائل. إسرائيل تمارس تدمير اقتصادي ومالي للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم وإحكام السيطرة على المناطق المسمى جيم ومنع تنميتها وتطويرها. هناك اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيره، وقد أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مجزرة الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي راح ضحيتها 100 شهيد ومئات المصابين هي دليل على صحة التحذيرات من المخاطر الكارثية لاجتياحها.
وأكدت الوزارة أن هذه المجازر والأعداد الكبيرة من الشهداء والضحايا في صفوف المدنيين دليل آخر على صحة التحذيرات والتخوفات الدولية من النتائج الكارثية لتوسيع حرب الاحتلال وتعميقها في رفح، وانعكاس مباشر للعقلية الانتقامية التي تسيطر على صناع القرار في إسرائيل. أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية سيوقف المساعدات الإنسانية ويوسع الكارثة الإنسانية. وأضاف بوريل قبل اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها، بينما يجرى التحقيق في مزاعم بأن بعضا من موظفيها متورطون في هجوم 7 أكتوبر، مشددا على أنه لا بديل عن الأونروا في الأراضي الفلسطينية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تهدر أي فرصة لتحرير المزيد من المحتجزين في غزة. أضاف نتنياهو أن ما وصفه بالضغط العسكري على حركة حماس ضروري لاستعادة المحتجزين بالكامل. وصدر بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد إعلان جيش الاحتلال استعادة محتجزين في عملية في مدينة رفح. أمرت محكمة استئناف هولندية الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار المقاتلات من طراز F-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام. وقالت المحكمة أنه لا يمكن إنكار أن هناك احتمالا واضحا أن يتم استخدام قطع غيار F-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن بالغ قلقه تجاه الأنباء المتواترة عن عملية عسكرية ضد مدينة رفح الفلسطينية وما يتبعها من محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية. وأكد المجلس أن مثل هذه الأفعال تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنساني ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، بالإضافة إلى مبادئ باريس وقواعد حماية المدنيين في زمن الحرب، كما تشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة. كانت وزارة الخارجية قد شددت على رفض مصر الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيع المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وحذرت مصر من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي والدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
استشهد 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة. أفادت مصادر صحية بوصول جثامين شهداء بينهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد قصف منزل في منطقة البروك بدير البلح. الورا كيف؟ تمام تمام. ثاني هاي جايبين بس راح هذا. وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 164 شخصا وإصابة 200 آخرين في 19 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال ضد العائلات في القطاع. وأضافت السلطات الصحية أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، وبهذا ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28,340 شهيدا و 67,984 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. قام بعض الفلسطينيين النازحين في مدينة رفح الفلسطينية بحزم أمتعتهم في محاولة للعثور على مأوى في مكان آخر وسط تحذيرات من توغل عسكري إسرائيلي محتمل في المدينة. ويحتشد 1,300,000 فلسطيني في رفح، غالبيتهم فروا من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع ووسطه. وسط تحذيرات دولية وإقليمية من توغل عسكري إسرائيلي محتمل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قام بعض الفلسطينيين النازحين في المدينة الحدودية بحزم أمتعتهم في محاولة للعثور على مأوى في مكان آخر. وفيما كانت رفح قبل فترة الملاذ الأخير الآمن نسبياً لسكان غزة، باتت الكابوس المرعب الذي يحاصر أهل القطاع في صحوتهم قبل غفوتهم. طالما منها بدروا على الأمان في كل لجنة ما نتداوى في حاجة في مدرسة في شيء، لأن وضعنا صعب، إحنا وضعنا صعب، طلعنا تحت القصف في رفح. يحتشد 1,300,000 فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان القطاع المحاصر، وهم في غالبيتهم العظمى فروا من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع ووسطه. مش عارفين وين نروح، بالمكان لمكان، أصعب الشهادة بالاستقرار في هذه الحياة والحرب. والله أصعب حاجة هي الحرب، يعني على الزلبلة في كل شهر بنتلقل من مكان لمكان، والخوف والصواريخ. هي مأساة يعيشها أهالي القطاع منذ نحو 5 أشهر، لكن تبقى الأوضاع في رفح أكثر خصوصية مع اكتظاظ المدينة بالسكان والنازحين. هذه المدينة التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي يوماً أنها مناطق آمنة، بات يسقط فيها عشرات الشهداء والجرحى يومياً، أغلبهم من الأطفال والنساء، أمام أعين العالم الذي ربما يكون قد فقد إنسانيته. استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء طائرتي مساعدات إنسانية متنوعة من الإمارات وسلطنة عمان لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش بأن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 579 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.
استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء 557 شخصا بينهم 40 جريحا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة للعلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية. وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأنه تم أيضا عبور 250 من حملة الإقامات الأجنبية و95 من حملة الجوازات الأجنبية و132 من حملة الجوازات المصرية. وأفاد المصدر بأنه تم إدخال 80 شاحنة مساعدات إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة، منها 75 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة وثلاث شاحنات وقود وشاحنة غاز. وحول جهود الدولة في استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، نتابعها مع مراسل التلفزيون المصري من العريش كريم بيبرز. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زالت مصر مستمرة بشكل أساسي في إدخال المساعدات الإغاثية المختلفة بأنواعها إلى قطاع غزة، إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث عن مساعدات إغاثية خاصة من مواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها، تدخل إما عن طريق مطار العريش الدولي المتواجدين نحن فيه الآن. طائرات تصل من 29 دولة مختلفة محملة بعدد كبير من الأطنان الخاصة بهذه المساعدات، أو حتى عن طريق المساعدات الأرضية التي تصل إلى العريش والمركز اللوجستي في العريش، هذا المكان الخاص بالتخزين الخاص بالهلال الأحمر المصري، ثم بعد ذلك ننتقل عبر معبر رفح المصري. بسبب بالطبع معوقات قوات الاحتلال التي تضعها أمام إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح الفلسطيني، تدخل السيارات أو الشاحنات عبر معبر رفح المصري ثم تذهب بعد ذلك ليتم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال، وتدخل إما عن طريق معبر رفح الفلسطيني أو عن طريق معبر كرم أبو سالم. توقفت بالأمس دخول هذه الشاحنات عبر معبر رفح الفلسطيني، لكنها عبرت عبر بوابة معبر رفح المصري لتدخل بعد تفتيشها عبر بوابة معبر كرم أبو سالم، مما يقلل من عدد الشاحنات التي تدخل بالفعل إلى الناحية الأخرى من الأشقاء في فلسطين. لكن إذا تحدثنا عن حجم هذه المساعدات، نتحدث عن مطار العريش الدولي الذي استقبل بالأمس طائرات من عمان، طائرات من الإمارات، واستقبلت اليوم أيضا طائرة أخرى من عمان، ومن المفترض أن تصل أيضا طائرات إما لإجلاء الجرحى أو حتى لإجلاء بعض النازحين الفلسطينيين ذو الجنسيات الأخرى إلى بلاد أخرى خارج مصر. لكن هذه الطائرة من خلفها طائرة من عمان بها أكثر من 20 طنا تقريبا من المساعدات المختلفة التي سيتم نقلها عن طريق الهلال الأحمر المصري إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث بالطبع عن دخول أيضا عدد كبير من المصابين، نتحدث عن دخول أكثر من 18 سيارة إسعاف محملة بالمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية، نتحدث عن خروج 9 سيارات منهم على الأقل إلى الناحية الأخرى إما إلى الإسماعيلية أو إلى القاهرة، ولكن جزء آخر ظل هنا في العريش إما مستشفى العريش أو بئر العبد. ولكن هذا بالطبع ما زال مستمر منذ بداية الحرب على قطاع غزة، هذه المساعدات تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية، لم تتوقف قط برغم كل الشائعات التي نالت من محاولة إدخال هذه المساعدات عن طريق البوابة المصرية، لأنها تزالت تدخل عبر البوابة المصرية بدون توقف على الإطلاق. وهذه صورة من مطار العريش الدولي وبالطبع رفح والعريش هنا محافظة شمال سيناء. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. أمام قمة الحكومات مدبولي يؤكد تركيز مصر على تعميق التصنيع المحلي. أشتية يؤكد بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ويحذر من محاولات إسرائيل لإبعاد السلطة عن قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في رفح الفلسطينية، وارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 28,340 شهيدا. نهاية نشرة الثالثة، قدمناها لكم من التلفزيون المصري. إلى اللقاء.